العاملين في اتحاد الاذاعه والتلفزيون، خصوصا اللي انا بمثلهم. انا ما اشتغلتش في حياتي الا في اتحاد الاذاعه والتلفزيون على مدى 30 سنه او 29 سنه بالتحديد، لان انا اشتغلت سنه 85 في اتحاد الاذاعه والتلفزيون. زي ما قال صديقي العزيز الدكتور ياسر، انا ابتديت من مساعد مخرج لحد ما الحمد لله يعني اعتقد انها مسؤوليه عليا. انا مش عايز اقول ان انا يعني بدرس تحت الاذاعه والتلفزيون في بعض الاحيان، او لو بجد الواحد بيستشعر قيمه المسؤوليات اللي في الفتره دي، انت ما بتحسش يا انا وصلت لقمه العمل الاعلامي جوه تحت الاذاعه والتلفزيون. اقسم بالله انا بشعر انها مسؤوليه ربنا يقدرني عليها، واكون جدير او ان انا على اللحظات الفارقه دي ان انا اميها. لكن كل اللي اضمنه ان جميع العاملين في تحت الاذاعه والتلفزيون على قلب رجل واحد، ان هذا المبنى باذن الله تعالى والعقود القادمه يستمر، معبر فقط عن مالكه الحقيقي الوحيد وهو الشعب المصري، لا مرتبط بالنظام ولا الحزب ولا الحكومه، ويفتح صدره للجميع لانه ممثل للجميع. هو من يدفع فلوسنا وتكاليفنا واحنا ومخيتنا الكامله هو الشعب المصري، ويظل باذن الله تعالى اتحاد الاذاعه والتلفزيون بقنواته واذاعاته واطلالاته في مختلف المجالات معبر عن كل الاطياف باذن الله تعالى. نتكلم على حظر اي وجه للرقابه. احنا كنا بنعاني من الرقابه لدرجه عندنا في الاعلام كانوا بيقولوا ايه؟ في حاجه اسمها الرقيب الداخلي. وبعدين يحسنوها شويه يقول لك ده فلان ده عنده حس اعلامي. حس اعلامي يعني ايه؟ يعني بيخاف يعني يمشي جنب الحيط، يا ريت يمشي جوه الحيط علشان ما يحصلش اي يعني خسائر في الارواح او المعدات يعني. على اي حال، ان الماده 71 لما بتتكلم على حظر اي وجه من وجوه الرقابه، وفي نفس الوقت عدم توقيع اي عقوبه سالبه للحريات، ماده محترمه جدا يعني. طبعا تطوير لمواد 2000 ودستور 2012.